للمزيد من الحديث عن صراع النفوذ بين إيران وأمريكا في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والصحفي السيد داود البصري. أستاذ داود، بداية مرحبا بك. نشر منظومات الدفاع الجوي غير المطورة على أسطح المباني في بعض المناطق في بغداد، في العامرية، في الغزالية، تذكرنا بأحداث عام 2014. يؤكد ذلك تصريحات يحيى رسول أنه إجراء احترازي وفق معلومات استخباراتية، ولكن هل يا ترى يثق الشعب العراقي بمثل هذه التصريحات؟ كيف تراقب هذه المستجدات؟ أهلا وسهلا بكم. في طبيعة الشعب العراقي في وادي وهذه التصريحات في وادي آخر، لأن الوضع الآن وضع في الشرق الأوسط وضع مرتبك بالكامل، وضع مختلف. بالنسبة للإجراءات اللي صايرة في بغداد الآن مجرد إجراءات استعراضية ليس لها أي معنى، وتعبر عن حالة فشل حقيقي للسلطة ولإدارة الدفاع العراقية المتورطة في أكثر من ملف فساد. هذه الأسلحة القديمة والمستهلكة والتي أكل عليها الدهر وشرب ما تفيد، حتى المقاومة حتى الميليشيات، يعني هذه أسلحة مستهلكة ووضع سخيف، والقيادة العسكرية العراقية غير موجودة أصلا، لأنها أساسا قيادة ميليشياوية ما لها علاقة بأي عمليات عسكرية حقيقة وبأي قيادات. وبالمناسبة طبعا وفد مهم من وزارة الدفاع العراقية الآن موجود في واشنطن وفي البنتاغون، وهذا الوفد ويالس أخوية الأقدار يدافع عن الميليشيات ويطالب برفع الميليشيات من قائمة الإرهاب، قيس الخزعلي وليت الخزعلي وأبو بدك وغيره. فهذه القيادات التافهة الطائفية لا يمكن أن تشكل يعني حجر عثرة حقيقي أمام أي تقدم عسكري أمريكي فيما لو شاء الأمريكان أن يفعلوا، لأن كل الأمور الآن في العراق تائبة، يعني في صراحة صفقات عسكرية بالمليارات، وين راحت أسلحتها؟ وين راحت فلوسها؟ كلها مجرد نفع واستنفع واستفيد. ما يجري في العراق الآن مهزلة ومسخرة حقيقية، لأن العراق لا يملك سياسة حقيقية. العراق الآن هو مسرح وأرض إيرانية، وخط الدفاع الإيراني الأول. إيران إذا أرادت أن تقاتل لن تقاتل في أرضها وفي عمقها، بل تقاتل في العمق العراقي من خلال الميليشيات الطائفية المرتبطة بها، وحتى الخسارة عندما تكون خسارة في أرواح العراقيين من الطائفة اللي تأيدها إيران وتنتمي لإيران. هي هذه المشكلة الحقيقية في العراق الآن، فوضى يعني، وحتى استعراض السلاح استعراض سخيف، لأنه حتى الأمريكان لا أعتقد أن عندهم النية الحقيقية والجدية الحقيقية في إحداث تغيير حقيقي على الأرض وفي إبعاد الميليشيات وطردها، لأنه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة التافهة والسخيفة. لو أراد الأمريكان بقرار واحد، بإنذار، بإعلان. طيب أستاذ داود، كثير من المحللين يقولون أن هناك تخادما أمريكيا إيرانيا، ولكن من خلال حديث يحيى رسول عن حماية سماء العراق من مخاطر تهدد البلاد، يعني يجعل المراقبين تلتف أنظارهم إلى القوة التي تمتلك الطيران. يعني إلى أي مدى ترى أن العراق يعني ساحة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران؟ هل هو ساحة فعلا لتصفية الحسابات؟ يحيى رسول وغير يحيى رسول وعبد الوهاب الساعدي وعبد الأمير الله، دولي لا يملكون حماية حتى على بطلنا، هاي الحقيقة، مجرد تصريحات. وهي العراق الآن، العراق الآن تحت شجلك، تحت مجرب جراح، يعني العراق الآن يعاني في حالة فراغ قيادي حقيقي. العراق الآن لا دور له ولا سيادة ولا أي شيء، يعني لو أراد أي شيء يعني الإيرانيين مجتاحين العراق بالكامل من الشمال إلى الجنوب، من كردستان وحتى البصرة، يعني تحت السيطرة الإيرانية كاملة وتحت سيطرة الميليشيات الكاملة. العراق ساقط استراتيجيا، يعني ما له أي دور، فقط ديكور، فقط ديكور يكمل ديكور السيطرة الإيرانية في المنطقة الممتدة من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان والجنوب، من في جنوب الجزيرة العربية إلى اليمن. يعني الدور الإيراني الواسع هذا يحظى بتخادم حقيقي أمريكي، يعني الذي يخنق إيران لا يحتاج 10 مليارات في هذا الوقت الصعب، لا يوفر لها وسائل العيش، لا يوفرها فرص حقيقية. طيب لأن تنتعش من جديد. أستاذ داود، يعني عندما نتقرب أكثر من فهم ما يجري، هذا التصعيد وجد مكانه وتزايد وتيرة الاستهدافات بعد تهديدات إيران لأمن المنطقة، لكن السؤال لماذا يخضع العراق للانتهاكات الإيرانية ولا يسمي الأسماء بمسمياتها؟ العراق بلد فاقد السيادة، وحكومة العراق لا تعبر عن سيادة عراقية، حكومة السودان على وجه التحديد بالذات حكومة ليست ذات هوية، حكومة تأتمر بأوامر شبح نور المالكي البريد قبل أن يأتي للسوداني يوقع عليه ويشهد عليه النور المالكي. هذه حكومة شبح لا قيمة لها حقيقية، حكومة ميليشيات ليست لها شرعية وليس لها وجود ميداني وسيادي حقيقي. العراق الآن مفعول به وليس فاعل،
ومثل هذه الحكومات لا يمكن أن تلعب أي دور. العراق الآن في رصاص الرحمة من هذا الطرف أو ذاك، سواء كان من إيران أو من أمريكا، لكن الظاهر أن العراق الآن محط اللعبة. نهب مستمر للموارد النفطية، نهب مستمر في كل شيء، تردي في الخدمات، شعب يعاني من أصعب الظروف في هذه الأجواء الحارة والرهيبة التي تمر فيها الشرق الأوسط. ما في أي بادرة أمل حقيقية، ولا توجد للأسف في العراق قيادات وطنية تستعد غير الوضع. العراق يعتمد على عامل تدخل خارجي مع كل أسف. الآن هو كرة ولعبة بين الإيرانيين وبين الأمريكان، وهذه وظل المسألة مع الأسف نفس الوضع السوري، نفس الوضع العراقي، نفس المسألة متكررة في هذه المنطقة. طيب، نفس الوضع اللبناني. طيب، مع الأسف كما هو معلوم إدارة اللعبة بطريقة سخيفة. أستاذ داود، نعم. يعني كما هو معلوم أن العراق ما بعد 2003 نظام جديد جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الأمريكي، نظام محاصصة قامت بتشكيل ميليشيات وتأسيس ميليشيات في العراق. ولكن الآن هل تعتقد بأن حكومة الشبح كما وصفتها تستطيع ضبط الميليشيات بما يتناسب ويتناغم مع الرغبة الأمريكية؟ يعني هذه الحكومة هي حكومة إنتاج ميليشيات، كيف تستطيع أن تقوم ميليشيات؟ هي إنتاج وصناعة ميليشياوية. لو ما حكومة الإطار لو ما الإطار الإيراني وميليشيات الإرهابية الشيعية هذه ما كان قامت هذه الحكومة. حكومة تافهة بكل معنى الكلمة، حكومة يتحكم بها الميليشياويين. يعني القوة الآن، القوة المركزية الفاعلة في العراق هي قيادات ميليشياوية، قيادات الحشد، قيادات قيس الخزعلي وما قيس الخزعلي، وهذه الحثالات أبو فدك وبالبالة وبن عاد، هم ذول المصدرين على الوضع العراقي. فهذه الحكومة حكومة مثل ما قلت لك لا شرعية لها ولا وجود ولا سيادة ولا أي شيء، حكومة حثالات طائفية. طيب أستاذ داود، يعني هناك من ربط الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بإقامة مضادات بجوار مطار بغداد بأنها مرتبطة بضربة أمريكية يعني متوقعة للميليشيات الموالية لإيران في سوريا. برأيك يعني هل تجد هناك تشابه بين بايدن وترامب؟ هل ترى يعني هل بايدن يظهر عليه أي ملامح أو سوابق منذ توليه مهامه توحي بأنه عازم على فعل ذلك؟ بايدن ما هو إلا آية الله، جو بايدن حقيقة ليس هناك أي تشابه بين إدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية. الإدارة الديمقراطية إدارة ما إلى إيران بالكامل. ثانيا، أنه اللي قاعد يصير الآن يعني ما يعبر عن قدرة حقيقية أمريكية. بايدن بحاجة إلى نصر من نوع ما حتى يفوز بالانتخابات مرة أخرى، وهذا النصر لابد أن يحققه من خلال عملية محدودة قد تكون كأن يضرب ميليشيات في دير الزور أو في شط الفرات، لا أكثر ولا أقل. أما أن يقضي على الميليشيات مستحيل، لأن يعني هذه الميليشيات هي هذا الزاد الأمريكي اللي يعتمد على الوجود الأمريكي في المنطقة. يجب أن يكون تهديد، وإن لم يكن تهديد يخلقون العدو ويخلقون التهديد. وأعتقد إيران أكبر استثمار للإدارة الأمريكية الحالية مع كل الأسف. يعني طيب، هل تجد من الطبيعي ومن الأمور العادية أن تدفع واشنطن ب5000 جندي من عناصر المارينز إلى المنطقة؟ مجرد استعراض عسكري لا يعني أي شيء، استعراض عسكري وإدارة تدريب ومناورات لا أكثر ولا أقل، والجماعة الأنظمة العربية يدفعون المخاطر. هذا موضوع معروف، يعني مجرد استعراض عسكري وفي إطار ضغط روسي وفي إطار الصراع الروسي الأمريكي بموضوع أوكرانيا، نوع من الضغط على القوات الروسية الموجودة في سوريا مثلا من أجل الملف الأوكراني. حرب بين قوة عظمى، ضحية الشعوب الضعيفة والمسكينة في العراق وسوريا ولبنان والعراق. فهذه مجرد تظاهر عسكرية لا تعني أي تغيير حقيقي، لن يكون هناك اشتباك، لأن ما معقولة يبثقون في البئر الذي يشربون منه. باختصار، شكرا جزيلا ضيفي عبر الهاتف من أوسلو، الكاتب والصحفي العراقي السيد داود البصري.